نشرة الأخبار الرئيسية نقدمها لكم من المركز الإخباري في دمشق. أهلا بكم. أهلا ومرحبا بكم. هنا دمشق، نعم هنا دمشق، من القدس، من الجولان واسكندرون، هنا دمشق، من عمان وبغداد وبيروت، هنا دمشق. أيها المارون والعابرون، موطن الإنسانية وعرين المقاومة ومركز القرار القومي، هل فعلا اعتقدتم أنكم قادرون على فرض معادلتكم علينا ونسيتم أو تناسيتم من نحن وبأننا سوريون؟ إن المعادلة الآن هي معادلة دمشق التي فرضتها على الوجود، معادلة الحق والحقيقة والمقاومة والصمود. لقد دأبتم بجهلكم وعهركم وأموالكم ومنابركم على إسكات صوت دمشق الذي أبى أن يكون مدويا مجلجلا، شق بقوته كل محاولات إسكاته. فصوتنا ناتج حتمي لمعادلة الحياة التي رسمتها دمشق، مزيجها دماء الشهداء وصمود الأقوياء وتضحية المقاومين. هذا في الزمن العصيب، وفيه يعرف الرجال وتعرف قيمة المبادئ وتبلغ قوتها في النفوس. في الزمن العصيب فقط ينظر إلينا العالم والتاريخ ليعرف من نحن. نحن قوة فاعلة من نفسها، مؤمنة بوطنها، واعية لحقيقتها. نحن من تحدينا النكبات وقلنا ليس العار أن ننكب، ولكنه عار إذا كانت النكبات تحولنا من أشخاص أقوياء إلى أشخاص جبناء. نحن أقوياء وسنبقى، لأننا خلقنا لنكون أقوياء. وحين نقول هنا دمشق من موسكو، يفهم كل سائل معنى قوتنا وإرادتنا. إننا نقف في سبيل مبادئنا ولا نتزحزح عن مبادئ سطرها جيشنا وقيادتنا وشعبنا، وهو قدر المقاومين. وتفتخر دمشق أنها عاصمة للمقاومين. هنا المقاومة، هنا الجيش العربي السوري، هنا القرار الوطني، هنا دمشق حياة الأبطال، هنا سوريا، ولتحيا سوريا.